عزيزتي ماما مع الدكتور أحمد أبو الوفا. عزيزتي ماما وعزيزي بابا، بالذات لو عندكم بيبي لأول مرة، فرحة أول كلمة بينطقها البيبي ملهاش مثيل، خصوصاً لو كانت أول كلمة هي بابا أو ماما. الطفل بيبتدي الكلام من سن 3 شهور في صورة أصوات بيحاول يتواصل بيها، ومن 3 ل6 شهور بيبقى عارف اسمه وبينتبه لما يسمعه. من 6 شهور لسنة بيحاول يكتسب أكبر قدر ممكن من الأصوات اللي ليها معنى حواليه، ومن سنة لسنة ونص بيبدأ ينطق شوية كلمات بسيطة بيعبر بيها عن احتياجاته الأساسية زي مام، أبا وكده. من سنة ونص لسنتين بتزيد حصيلة اللغة اللي هو ممكن يقولها إلى 50 صوت ليهم معنى، مش لازم يبقوا كلمات واضحة أو زي ما احنا الكبار بنقولها، ولكن بتبقى أصوات ليها معنى. في الوقت ده هو كمان بيفهم أكتر من 50 كلمة دول بكتير جداً.